السلام عليكم، مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. رجع لكم مقطع جديد، مقطعنا اليوم على لعبة ماد اوت 2. طبعا هي اللعبة حكيت عليها بمقاطع سابقة، اذا بتحبوا تشوفوهم بتلاقوها عنا بالقناة. واصدقائي راح يكون مقطعنا اليوم راح نجرب الاونلاين ونعمل شرح سريع على اللعبة. اتمنى منكم اصدقائي قبل ما نبدا بهذا المقطع خلونا نصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وتحطوا لايك وتشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وخليكم مع المقطع مشاهدة ممتعة. وبسم الله ونبدا المقطع. طبعا راح نبدا بالشرح السريع. اول ما ندخل على اللعبه بيطلع لنا الواجهه اللي امامكم حاليا، بتضغط على الايقونات، مثلا بتضغط على ايقونه الشخصيه بتقدر تغير على اللبس او تعدل عليهم او على شخصيه اللاعب. بتقدر تشتري سلاح من خلال الضغط على ايقونه السلاح او ايقونه السيارات، بتقدر تشتري سياره وتعدل عليها طبعا اصدقائي. وبتقدر تغير الحساب تبع اللعبه، مثل بتقدر تغير تحط حساب فيسبوك او حساب اللعبه مثلا، او تحذفه وتضيفه وهالمبدأ من خلال الضغط على يوزر بروفايل. ولجمع المال بتقدر تجمع مال من عن طريق مشاهدة المقاطع الإعلانية، عن طريق الضغط على الإشارة الموجودة أمامكم طبعا. وكل 24 ساعة بتقدر تشوف هالإعلانات هاي. وبتقدر تجمع مال من طريق ختم المهمات، طبعا بتختار مهمة مثلا سهلة أو مثلا بتعطي مال زيادة بتقدر تعيدها أكثر من مرة، وهيك بتجمع مال. يعني هي يعني خطوة حلوة يعني بهاللعبة. وهيك اصدقائي بكون خلصنا شرح سريع عن اللعبه. طبعا راح ننتقل هلا لقسم الاونلاين. مثل ما شايفين قدامكم في اكثر من غرفه بتقدر تضيف عليها، مثلا تدخل عليها من خلال الضغط عليها. ومشان طريقه الدخول انت واصدقائك على اللعبه او الغرفه نفسها تبعت الاونلاين، طبعا بتدخلوا كلكم على نفس الغرفه اللي بتختاروها، وكل غرفة بتجمع شي 200 شخص تقريبا. وبس اهم شي يكون انه انت واصدقائك يكون عندكم نفس النسخة تبعت اللعبة، طبعا ما تكون مهكرة او معدل عليها، لحتى تقدروا تدخلوا كلكم نفس غرفة الاونلاين. ومثل ما شايفين هلا بتقدر تختار السلاح اللي بدك اياه، مثلا بكون انت شاري سلاح قبل ما تدخل على اللعبة من محل ما ورجيتكم. طبعا بتقدر تركب مع شخص تاني بسيارة تانية او بسيارة لك، بتقدر تقفل السيارة من خلال في ضغط مثل قفل، تقفل فيه السيارة حتى ما يقدر حدا يركب معك او شيء او يسرق على السيارة. طبعا اصدقائي بالنسبة لدقة الجرافيك تبع اللعبة انا برأيي كتير ممتاز بالنسبة للعبة يعني بتنزل على الموبايل، وبتشبه كتير لعبة الجي تي اي او الجراند بتنزل على البي سي. ومثل ما شايفين حاليا بتقدر تركب بسيارة مع شخص باللعبة، يعني بتركب وبتنزل تركب من المقاعد الخلفية. ومثل ما شايفين طبعا بتقدر تختار سيارة او بتعملها مثل طلب من الكراج، تجي بتقدر تلعب فيها وتحملها يعني على الاونلاين، يعني من خلال الضغط عليها بتكتب له الديليفري. وبننتظر مثل ما شايفين هلا انه الوقت عم بيمشي، بتجي السيارة بتركب فيها و تقدر تستعملها يعني بالاونلاين. طبعا رابط تحميل اللعبة بتلاقوه بصندوق الوصف اذا بتحبوا تحملوها للاندرويد والايفون. طبعا هي اللعبة موجودة، وفي مقطع من فترة نزلته للعبة نفسها انه مهكرة او معدلة مثل ما بيقولوا. طبعا اللعبة بتلاقوها كمان بصندوق الوصف تحميل، رابط التحميل اذا بتحبوا تحملوه. اصدقائي بتمنى منكم تعطوني رايكم باللعبه او بالمقاطع اللي عم بنزلها اذا كان عم تعجبكم، او في عندكم اي استفسار عن الالعاب او في برامج او العاب بتحبوا ننزل عليها يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات، او اذا كان بتحبوا تتواصلوا معي عن طريق الانستغرام او الفيسبوك بتلاقوا الحسابات موجوده تحت بالوصف. يا ريت تدخلوا تشوفوا البروفايل تبع الانستغرام، حاليا انا متفاعل على الانستغرام اكثر من الفيسبوك. طبعا اذا عجبكم المحتوى تبع البروفايل بتمنى تتابعوني عليه. طبعا اصدقائي هيك بكون وصلنا معكم لاخر المقطع. يا ريت اذا عجبكم تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، واذا ما عجبكم يا ريت تكتبوا لي السبب بالتعليقات. واترككم بامان الله، والسلام عليكم.